معي للحديث عن واقع التصوير السينمائي في مصر وتحديات المستقبل المصور الكبير ورائد التصوير تحت الماء الأستاذ سعيد شيمي. المصور الكبير سعيد شيمي أطلقوا عليه العديد من الألقاب، أشهرها الحريف ومصور الشوارع ورائد التصوير تحت الماء. شكل مع بشير الديك ومحمد خان وعاطف الطيب ونادية شكري وداود عبد السيد ونادر جلال طياراً جديداً للسينما الواقعية في ثمانينيات القرن الماضي. هو من مواليد القاهرة حي عبدين، وتنتمي عائلته لمحافظة المنيا. درس التاريخ والسينما وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1971. حصل على دبلوم في التصوير الفوتوغرافي من الولايات المتحدة عام 1969، وعلى 3 دبلومات دولية في الغوص تحت الماء، وهو أول من صور الأعماق في مصر. شارك في تصوير أحداث حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، واختير عضواً ورئيساً للجان التحكيم السينمائية في عدة مهرجانات دولية ومحلية. صور سعيد شيمي أفلاماً عديدة خارج مصر، في فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، إيطاليا، وكندا، وفي دول عربية. يعمل أستاذاً للتصوير، وله العديد من المؤلفات عن السينما والتصوير، منها التصوير السينمائي تحت الماء، تاريخ التصوير السينمائي في مصر، الحيل السينمائية للأطفال، حكايات مصور سينما، الغريب والخفي أثناء عمل الأفلام، أفلامي مع عاطف الطيب، الخدع والمؤثرات الخاصة في الفيلم المصري، كلاكيت أول مرة، القاهرة والسينما، محسن نصر، الإبداع على الوتر الحساس، اتجاهات الإبداع في الصورة السينمائية المصرية، تجربتي مع الصورة السينمائية، سحر الألوان من اللوحة إلى الشاشة، الصورة السينمائية من السينما الصامتة إلى الرقمية. ومن أهم الأفلام التي صورها سعيد شيمي ضربة شمس، الشيطان يعظ، طائر على الطريق، العار، سواق الأتوبيس، الحريف، إعدام ميت، سلام يا صاحبي، البريء، الحب فوق هضبة الهرم، بئر الخيانة، 4 في مهمة رسمية، كتيبة الإعدام، جحيم تحت الماء، جزيرة الشيطان، ضد الحكومة، الطريق إلى إيلات، عمر 2000، والعشق والدم.